أنا متأكد إن الموضوع ده فيه سوء تفاهم. أنا هتصل لك بالقناة يا سيدي وهسألهم، بس أنا متأكد إن الحكاية دي مش مقصودة. فكاها بقى. الملفات اللي أول ما بتنزل على الإنترنت بيعمل لها المستخدمين داونلود بمعدلات خرافية جدا، لأنها بتحقق معدلات مشاهدة فظيعة، بيسموها الفيريال فيديوز، لأنها بتتكسر زي الفيروس بسرعة. خلصي جداً. خلصي بسرعة. شايف حضرتك في اقل من ساعتين بس ملف الفيديو بتاع تقرير محفوظ زلطة عامل حوالي ثانية 53,000 مشاهدة تقريبا. 53,000. اعملي رفاش كده شوفي وصله كام. اعملي 53,000. 53,800 وكسر في ثانية. ها ده اللي انا كنت خايف منه. واخده بالك 60,000 مشاهده في وقت قد كده؟ لا وما شاء الله العدد بيزيد كل شويه. عشان تعرف يا ابني ان انا عندي نظره مستقبليه للاشياء. انت هتعملي فيها دكتوره امراض نساء؟ نظريه ايه ولا بتنجان ولا اي حاجه من اللي انت بتقوليه ده. هو محفوظ شكل مرزق ابن المحظوظه. على فكره الناس في القناه هنا هيتجننوا، هيشدوا شعرهم من اللي بيحصل. على فكره عايزيننا. هيرفضونا؟ او هيلاقونا. هم قالوا لك عايزيننا امتى؟ المفروض دلوقتي. وقاعد ساكت يا بني ادم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ الساندوتش؟ خد يا بنت. ايه ده؟ معقولة؟ ده محفوظ يا ابني. ممكن افهم حضرتك بتضحك عليه؟ حاجة غريبة جدا يا ادم، مش هتصدق. زمان كنت عايش في باب الخل في حارة نوفل، نفس الحارة اللي متصور فيها التقرير ده. ما كل الناس عارفة انك ابتديت من الصفر يا شوقي بيه. من الصفر؟ لا، قول من تحت الصفر بمسافة. كنت شايف الدنيا غلط، كنت شايفها بمنظور تاني خالص. لكن صحيت. صحيت متأخر، لكن صحيت. لكن واضح ان محفوظ لسه نايم في العسل. هو حضرتك كنت تعرفه ايامها؟ ايه اللي اعرفه؟ ده معرفة عمري، ده صديقي. بس حضرتك مش عارف معدلات التحميل والاقبال عليه زاد قد ايه. يا سيدي سيب اللي يحمل يحمل، المهم ان الشاشة بتاعتك. مش العقد برضو بيقول كده؟ عايزين الكونتكس بتاعته كلها. حاجة غريبة جدا، مش ده اللي حضرتك رفضت التقرير بتاعه وحاولتنا للتحقيق بسببه واهنتنا على المستوى المهني، ولا انا ذاكرتي بتخني؟ انت عارفه انه لولا انه لقى صدى كبير قوي انا كنت هخرب بيتكم عشان نزلتوه غصب عني. لكن بقى عمر اديب اعجب بيه جدا بصراحه، وعمل لكم مكافاه لطش كبيره جدا هتصرفوها ان شاء الله من البنك فرع اسوان. مش مهم، مش مهم، بس نصرفها اهو. الكلام ده بقى مش في الجنينه خالص. والله العظيم طول عمري بقول على الاستاذ عمرو انه ابن ناس وامير وابن امراء. حاجه غريبه والله، انا مش فاهمه ليه التقرير فجاه كده بقى سبق اعلامي وبيتهافت عليه الجميع. شوفي انا عايز اشرح لك حاجه مهمه جدا في مهنتنا. الشغل شغل، والهتات هو ده في قبول عند الناس نستفيد من القبول ده، وده اول مره يظهر في برنامج ظهر عندنا، فلازم نستفيد منه. حلو، هتعرضوا عليه يجي القناة هنا يطلع يعني كضيف في البرنامج؟ واحتمال نعمل له برنامج يذاع في رمضان أو بعد رمضان على طول. رمضان؟ معقولة تلحقوا؟ ها، ما دام فيه فلوس كل شيء يتحقق. طيب حس كده بقى، أنا عندي شرط، لو هتعملوا له برنامج أنا اللي أقدمه. وأنا كمان عندي شرط، لو هتعملوا له برنامج أنا اللي أعده. وأنا كمان عندي شرط، نستنى لغاية ما يحلها الحلال. اكتبي لي بقى عنوانه وتليفوناته. حاضر، عنوانه بس عشان ما عندوش تليفون. اتفضل. هاتي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الخط ده؟ دي نعكشة فراخ. انتوا جيل جاهل، جيل خط وحش. جيلان! نعم يا فندم.
سيدي كيحة فين؟ نايم يا فندم. خلي ستك تصحيه وتجيني حالا بسرعة. حاضر يا فندم. محمود صيام. جزيرة رأس البر موقع سياحي واعد جدا، وتعتقد مجموعة الخبراء أن السياحة في هذه المنطقة هي النشاط. ده كلام يا عم. ما تغير المحطة، شوف لنا كده حاجة تشرح القلب ده للهم ده. هم وأي هم يا فوزية؟ الخبر. المشكلة يا فوزية في الناس اللي قاعدين يسمعوا الكلام الفارغ ده وبيسقفوا. سافرت واتغربت ورجعت وهما لسه بيسقفوا. سيبهم يسقفوا وغير المحطة. مش قابل مفهم بس الناس اللي بتتكلم دي عايشين فين؟ بيتكلموا عن مين؟ الناس دي بتتكلم عن مين يا اخوانا؟ سيبهم في حالهم وخلينا احنا في حالهم. ربنا كده يكفينا شرهم. شرهم؟ ابقت كده بقى. شرهم. نور قطع تاج. سير على دماغهم. شرهم. فين يا محفوظ؟ الله الرحيم. انا فين يا فوزية؟ انا هنا. بتعمل ايه؟ بعمل ايه يعني؟ اهو بصلح الكهرباء. كهرباء؟ ايوه الكهرباء. ده انت قبل ما تسافر كنت بتخاف تقرب لاي سلك كهرباء، فاكر؟ ايه فاكر قوي. بس الغربة بقى فوزية تعلم. في السفر 7 فوائد، في السجن بقى والحرب حوالي 19 فوائد، في جوانتانامو بقى الفوائد كتير كتير، فوائد ما تتعدش يا فوزية. صحيح ده مرجع اهو. تسلم ايدك. اغلب يمين يا ابويا. هو ده اتفاقنا يا استاذ هاني؟ مش انا قلت موضوع باب الخلق ده بلاش يتذاع تاني، وانت قايل لي ان انت بنفسك منعته؟ ما كانش التقرير ده يا يحيى بيه، ده تقرير اتذاع بالغلط. ده حتى عمرو اديب ما علقش عليه. يعني ايه بالغلط؟ فوضى يعني. يحيى بيه يعني جل ما لا يخطئ. يعني الانسان مننا ممكن يخطئ مهما كان حريص. ثم انت ايه اللي مضايق حضرتك في التقرير ده مع ان الراجل اتكلم كويس قوي؟ أرجوك يا أستاذ هاني، بكرر طلبي إن الموضوع ده يتقفل عليه. مش عايز أسمع سيرته تاني خالص. بصراحة أنا حابب أخدم سعادتك، بس الموضوع خرج من إيدي. الموضوع عامل دلوقتي دوشة وزيطة وزنبليطة في المجتمع. حتى ردود الأفعال بقت هايلة. ردود أفعال؟ كمان؟ سعادة الباشا. ألو ألو. دي التذكيرات بتاعت وسط البلد. شايفين الفصاعة؟ شايفين الحقارة؟ سيادة اللواء، ده تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي على حادثة وسط البلد. وصل الحاجة؟ سيادتك، العبوة كانت محطوطة في شنطة ومتسابعة على مصر. العبوة معمولة بطريقة بدائية، هي نفس طريقة أبو خليفة بالظبط. والتحريات؟ سيادتك شغالين عليها وهكون عندك أول بأول. محفوظ زلطة. تحت المراقبة سيادتك. ده بالذات أي جديد عامل بلغني فورا. تحت أمرك. أنا إذن.
كل سنة وانت طيب يا ابو عبد الله. وانت طيبة يا فوزية. شكلك مش مبسوط. الحمد لله على كل شيء. انت متغير من ساعة ما قالوا لك انك طلعت في التلفزيون. اصلي ما بحبش التصوير. غريب، اشمعنى؟ بخاف. بتخاف؟ من ايه؟ من التصوير. من الكاميرا وهي بتبصيلي زي ما يكون حد حاضر وصورة بدفع في وشي. بالك انت المرة الوحيدة اللي وقفت فيها قدام الكاميرا؟ اليوم ده غير كل شيء في حياتي. ازاي؟ كانت ظروف مهببة بستين هباب بعيد عنك. أيام عشو كان وكلني عشان أرجع وأشوفكم. كنت وحشني قوي. مصر كمان كانت وحشاني قوي. كل حتة في البلد كانت وحشاني. طلبك مرفوض يا أمير. يعني إيه؟ أنا بقالي سنين ما نزلتش بلدي. بلدك؟ بلدك؟ بلدك مش عايزاك. قلت إيه؟ أيوة أنا عارف إن هما منعنا من إننا نرجع، بس أنا ممكن أخش من حدود السودان زي كتير قوي من إخواتنا ما عملوا قبل كده. وفي ملعنة؟ فينا؟ دعك من هذا الهراء. أنت تعلم أكثر من غيرك أن الظروف غير مواتية وأننا نستعد لضربتنا الكبرى. بقالنا سنين بنسمع الكلام ده. لا تتعجل. ده أنا بقول لك أنا عايز أنزل أجازة وأرجع تاني. الله، أمال لو بقول لك أنا هنزل ومش هرجع كنت هتقول إيه بقى أبو حفص؟ كان من الممكن أن تأخذ قرارا كهذا من قبل، يعني قبل أن تطلع على أسرارنا وخططنا. أما الآن. أما الآن؟ أما الآن إيه يعني؟ الآن أنت هنا معنا، شئت أم أبيت. ولو اضطررنا أن نثنيك عن نيتك بالقوة فسوف نفعل. القوة. استعد يا أخي، استعد وتأهب لكي تصبح واحدا منا، محاربا سنديدا لا يشق له غبار، ومقاتلا شجاعا لا يهاب الموت بل الموت يهابه. لا تخذلني يا أبا عبد الله، لا تخذلني. على فين يا أبا عبد الله؟ لا أبدا، أنا كنت بتمشى، يعني الجو جميل والهواء منعش. يعني أنتوا كده بصلاة على النبي اللي كنتوا رايحين فين؟ يا سبحان الله. وإحنا كمان خارجين نشموا شوية هواء.
نتقابل في جنة الخلد يا أبي. عايز تفجر أبوك يا جعفر. لكن لكن هاتني محفوظ على طريق الأبد. يا قلبه، ابنك جعفر لبسك حزام القنابل بإيديه للدرجة دي؟ أكتر. ونفدت منها إزاي يا محفوظ؟ هربت ولا إيه؟ ما قدرتش. أنا رحت فعلا لموقع التفجير، وهناك في هذه العملية سوف نعرف جميعا مدى إخلاصك لنا وإيمانك بقضيتنا يا أبا جعفر. ومعرفتك دي يعني هتفيدني بإيه؟ بعد ما تقول يعني الله يرحمه كان مخلص ووفي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. لقد أعددنا البيان الذي نعلن فيه مسؤوليتنا عن التفجير، وإنما تقرأه وتطلع عليه ستشعر بالفخر الشديد يا أبا جعفر. أنا عملتولي أساسا من كتر الفخر الشديد. وبعد تنفيذ العملية ويشوفك العالم كله وإنت بتعلن مسؤوليتك عنها، أدي إيه يا أبا جعفر؟ أدي إيه حتحسسنا بالافتخار الشديد؟ نعم، أعلن مسؤوليتي عن المهمة. بعد ما نفذها إزاي؟ ما أنا هكون خلاص بقيت فرافين، جيت في حتة وعيد في حتة ورجل في حتة، يعني إزاي يعني؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. فخر شديد جدا. اللهم لا حول ولا قوة. أشهد أن لا إله إلا الله. أنا محفوظ. أنا محفوظ عبد العزيز زلطة. أنا بنتمي لتنظيم الإخوة المجاهدين الأفاضل. وانا اللي هفجر نفسي زي ما انتوا شايفين كده، في هفجر نفسي في موقع من المواقع. انا فخور طبعا، فخور جدا ان انا بعمل كده. كل حته في جسمي بعد ما تتفتت هتبقى فخوره بتفجيري. وكل اللي انا بقوله واللي عايز اقوله ان ربنا سبحانه وتعالى على الظالم والمفتري وابن الحرام. اللهم اهد كل عاصي يا هادي الكريم. اللهم اهد كل عاصي يا رب. بقى الناس دي كلها هتموت بسببي. الراجل اللي راجع بالاكل لعياله ده، والست الحامل دي، والعيال اللي بيلعبوا دول، كل دول في لحظة هيبقوا. لا حرام، حرام والله. القتل حرام يا ناس، القتل حرام والدم حرام. Thank you.
لقد نجح في الاختبار حتى الآن. طب الحمد لله، الحمد لله لربنا نجاك يا محفوظ، الحمد لله. هتريهم كانوا بيختبروا جعفر وبيختبروني أنا كمان، محدش عارف اني دوست على زرار التفجير غصب عني. في نفس الوقت كانوا بيخوفوني عشان ما فكرش احاول اهرب مرة تانية، وبيجهزوني علشان ابقى واحد منهم مقاتلا صنديدا لا يشق له غبار. فك فك بقى يا محفوظ، انت خلاص بقيت هنا وسطينا، انت بتبقاش عايش بدماغك وروحك هناك. بحاول يا فوزية. انزل انا بقى اصلي الفجر. بس حامد لسه ما ادانش. الجبان. الله بطل يدن في الميكروفون، ولو يطول يدن في سره هيعملها. وانا بصلي هدعي لك يا رب تروق وتنسى عشان تبتدي حياتك من اول وجديد يا محفوظ. ادعينا كلنا يا فوزية، ربنا يهدينا جميعا. ادعينا. انت خيبت ثقتي فيك يا يحيى، الثقه اللي ما بديهاش لاي حد، ولولا انك جوز بنتي ما كنتش اديتها لك. يا اخي يا اخي، ده انا قايل لك من كام يوم انا ما بحبش المفاجآت. يا فندم انا ما كدبتش على سيادتك، لكن خبيت، خبيت عليا، خبيت عليا انك ليك قريب في باب الخلق تاريخه غير مشرف. يا فندم انا بلغت حضرتك، قلت لك ان ليا اخ ومسافر من زمان. اخ اللي اسمه محفوظ زلطه ده اخوك؟ يعني مش قريب من بعيد ولا فاميلي نيم واحد؟ اخوك يا يحيى سافر في الحاجه وعشرين سنه لحد ما نسيناها، محدش كان متوقع انه هيرجع. رجوعه ده عمل لي صدمه خلتني ما افكرش صح. لما جيت ابلغ سيادتك لقيتك مرشحني منصب مهم في الحزب، فسكت. عارف طبعا انك انت شايل مشاكلك العائلية على كتافك، محدش فينا وصل لمكانته بسهولة، لكن انت خدعتني يا يحيى. اكيد بعد كده هقول يا ترى يحيى مخبيلي ايه. انت افقدتني ثقتي فيه. بس في الآخر يعني محفوظ ده ما قالش حاجة تدينه في التلفزيون. يعني إيه يا شروت؟ هو قال إنه هو ضد التطرف وضد الفتنة، يعني لو الحزب بتاعنا جابه ولمعه وحطه في الواجهة هنكسب بيه نقطة بدل ما نخسر بيه نقطة. فكروا في الاتنين مليون هات اللي خدهم أونلاين في أقل من 24 ساعة. 2 مليون؟ هي الناس اهتمت بيه للدرجة دي؟ لو مش مصدقني ادخل بنفسك وشوف. انت عايزة محفوظ ينضم للحزب؟ وليه لأ؟ هو مش أخوك، روح له وقنعه. أنا أروح له؟ صحيح، ليه لأ؟
رمضان كريم يا اهلا اهلا. ازيك؟ ازيك يا عم؟ والله السنه دي انا صايم معاك ان شاء الله. الله الله كل سنه وانت طيب يا عم محفوظ. يا راجل يا طيب يا دولي حبيبي صوره رمضانيه بقى تاني. اه والنبي كان طيب. ماشي يا صبح. ماشي يا حبيبي. ولا ترش عشان تحدى. متشكرين قوي قوي الله يخليك. السلام عليكم ورحمة الله. 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 كريم. مخبي ايه وراك يا محفوظ؟ مخبي ايه؟ من يوم رجوعك كل الحوادث اللي حصلت دي اكيد مش صدفة. اكيد انت الخيط الوحيد اللي بيربطها كلها ببعض. يبقى ايه؟ ايه يا محفوظ؟ ايه؟ يلا محفوظ. وعليكم السلام. رمضان كريم. الله اكرم يا حبيبي. كنت منور امبارح في التلفزيون يا سيدنا الشيخ. لا انا مش شيخ، انا راجل عادي جدا، بس على العموم يعني متشكر قوي. متشكر. لو سمحت يا شيخ محفوظ. اتفضل. ايه بقى عمي؟ انا مش شيخ يا ابويا، انا راجل عادي يعمل معروف. انا كنت عايز اسالك سؤال، يعني لا مؤاخذه، يعني في التبول لا مؤاخذه، واقفا حكمه ايه؟ والله انا ما اقدرش افتيك في حاجه زي كده، لان انا مش عالم دين يعني. اسال فقيه وهو يقول لك يجاوبك، لكن نصيحه مني يعني، يعني يا ريت تقدر تشغل نفسك بحاجه اهم من موضوع التبول وقوفا او قعودا. يلا محفوظ. انا كنت عايز اسالك سؤال. حضر. هي السقفه حرام فعلا؟ طب والغنى والرسم حرام يا شيخ محفوظ ولا؟ واللي يسلم على واحده ما يعرفهاش والسجاير تنطق ضوء. والله انا مش معقوله، انا ما معرفش جوكم على كل الحاجات دي. مش عشان انا طلعت في التلفزيون يعني ابقى خلاص. والله يا سيدنا الشيخ احنا محتاجين حد يساعدنا. والله يا ابني انا يا دوبك قادر اساعد نفسي. يلا محفوظ. يلا يا اخوانا اللي عايز يصلي السنه يصليها ببيتهم، مش عايزين تجمعات الله لا يسيئكم. يلا محفوظ. سلام. يلا يا اخويا. يلا اخويا. يلا اخوانا. يلا اخوانا كل واحد عليه. ايه اللي طلع يقوله الامير ده يا نصر في التلفزيون؟ انا مش مصدق. يعني ايه ده بينسف اللي بندعي اليه من الاساس؟ بالعكس بقى مولانا، ظروف التلفزيون بالطريقه دي في فايده كبيره قوي لينا. ازاي بقى اذا كان اللي بيدعو اليه مش هو اللي بندعي اليه تماما؟ يعني هو بيهدر اللي احنا بنعمله على الفاضي، يعني احنا نقعد نولع فيها سنين يا مصر عشان هو يجي يطفيها بكلمتين. يا مولاي افهمني، ما هو لما يقوى اعلاميا ويصبح غير قابل للمس محدش هيقدر يهاوي من ناحيته. ساعتها بقى احنا هنحط ايدينا عليه ونوجهه مطرح ما احنا عايزين نوجهه. قصدك ايه؟ ابو خليفه؟ لا لا لا، ابو خليفه مين؟ امال ايه؟ انا بتكلم عليه هو ذات نفسه. هو عارف كويس قوي ان احنا معانا الكارت اللي ممكن يجيبه لمس اكتاف. طب وايه اللي يضمن لك انه ما يتمرجش ولا يتملعن تاني يا نصر؟ سيبه يعمل اللي هو عايز يعمله يا مولانا. ما هو نازل لي في ملعبي، ساعتها هعرف اسوقه كويس قوي. جرى يا مولانا انت نسيت ولا ايه؟ ده محفوظ زلطه الغالي. والله يا نصر، يا نصر انت رحت فين يا حبيبي؟ تعالى تعالى خد بايدي يا حبيبي، اجرني اجرني يا حبيبي.
يا اخوانا خلاص الراجل تعبان وعايز ارتاح. احنا داخلين البيت هتدخلوا معانا اتفضلوا لصلاه العصر ان شاء الله. الراجل تعبان وعايز ارتاح شويه. معلش استاذ حصه رمضان كل سنه وانتم طيبين ومش هنقدر اعزمكم على حاجه. سلام سلام اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام طيبين سلام طيبين. ايه يا عم محمود؟ ايه يا رب الله الله ده اللي اتفقنا عليه برضك تلم الناس حواليك تاني في الجامعة محفوظ. الله هنعمل البهدلة دي. وانا اتكلمت ولا فتحت بوقي؟ ما الناس هي اللي اتلمت وعلى يدك وانا اللي كنت بقفل في الكلام. الله جريئة بهدى جريئة بهدى واخر البيت بهدى واللي جاب بهدى يا اخي. محفوظ اقول لك ايه، انت مالكش خروج من البيت تاني. لا عشان مصلحتك يا محفوظ. عشان مصلحتي انا برضه يا حامد. انا خايف عليك يا ابو ناسب. مصلحتي انا ادرى بيها يا حامد، ولو خايف على نفسك خلاص بلاش ما تنزلش. ما تنزلش ولما انا ما انزلش مين اللي يقدم في الجامع؟ خلاص بقدم من البيت يا حامد. ينزل ده ينزل. هذا ابوك يا عبد الله فرج. ابو ابو اه ادولاني يا عبد الله. لا يا خالد انا كنت بفرج عبد الله على المقطع الذي يذيع بالامس، شفته مع العيال في المدرسة فنقلته منهم بالبلوتوث، قلت لهم انك خالي محدش صدقني. بلوتوث؟ نعم. اه اي الناقل عبر الوسائط. يا سلام يا فرحة امك بيك. ربنا يزيدك من الهيافة. يا راجل يا راجل اتقي الله يا راجل. ده التلاميذ بتوعك لعلمك بقى عندهم حق لما يضربوك تنقل مقاطع الفيديو على موبايلك منهم. وما هي المشكلة طالما مقاطع محترمة مش خليعة؟ اهو ده اللي ناقص. شوف اللهم اني صائم اللهم اني صائم. صباح الخير. اهلا اهلا صباح النور. صباح الخير يا سيدي. شفت خالي الكبير على الموبايل خالي الصغير؟ الله 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 بسم الله ما شاء الله. ما هو خالك الكبير دلوقتي بقى منتشر في كل حتة. اه يا سيدي ما بقول لك الحظ لما يواتي يخلي الأعمى ساعاتي. يا ناجم يا ناجم انت يا ناجم. الا قول لي صحيح يا خالي انا عايز اعرف بس ايه هي المشكله يعني انك تتفرج على نفسك على الموبايل كده؟ انا حر يا اخي، صور بقى ودعايه وشهره وبتاع سيبناها لكم. يا ناجم رب يا ساتر. هلا 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 بالتلفزيون.